كان عندي اجتماع مع مجموعة من الشباب من مدينة الناصرية جرحى، شباب عمر أبنانا بين 18 سنة و17 سنة، وحقيقة أنا أعرف أكو مشاكل وأكو تحديات صارت في وتجاوزات خطيرة لا تليق بإنسانيتنا، ولكن تفاجأت من شفت الجرحى بهذا المستوى من الضرر. حقيقة لا يمكن التسامح عن ما حدث في أكتوبر الماضي. عندي قرار أريدكم كلها تنصوت عليه بدون تردد حقيقة في معالجتهم. شنو سووا؟ طلعوا مظاهرات، خلنا نفرض تجاوزوا، شو هالقمع؟ فعندي صيغة قرار فيما يخص الشهداء والجرحى أثبتنا التصويت عليه، هاي قضية إنسانية. والله أنا من أربح اليوم الموضوع أمامكم للتصويت. أنا أعتقد نحتاج نوفر مال طارئ إلى محافظة ذي قار. أولاً محافظة احترفنا بها منكوبة فيها تحديات وأكو مشاكل اجتماعية، يجب أن ندعم المحافظة حقيقة. أطلب من السدوز المالية مبلغ 50 مليار يوفر لنا إلى المحافظة من أبواب من لازم أكو حل لهالموضوع. اتمنى باشا كل تروح الناصرية يطلع بالشارع يشوف الشكوى بالناصرية. اتحدى اي واحد يدخل الشطرة او للرفاعي يشوف واقع المدينة شنو خارج التاريخ. لازم نتحمل مسؤولية في قضايا صغيرة، قاعد نتحمل مسؤولية فهي متحمل معقولة، والله ما معقولة. يجب نتحمل مسؤولية تجاه هاي المدينة المنكوبة. انا حتمنى اذا ما صار قرار راح اخذ قرار عن مسؤوليتي واتحمل مسؤوليته كليته. يجب نتحمل مسؤولية في حين اكو مشاريع دا تمر علي على بعض الوزارات قاعد تمشي بسهولة، ما معقولة هالي انه بيها خدمة ناس مظلومين. بالثمانينات الناصرية منكوبة، ما بعد 2003 منكوبة، واحنا قاعدين نتناقش هسا، ما معقولة والله العظيم، هذا غير مقبول. حصلت اليوم محافظة على دعم واضح. أشكر السادة الوزراء، أشكر الجميع بدون استثناء بالتساوي لهذه الروح التضامنية لدعم هذه المحافظة المنكوبة. أتمنى المشاريع اتفقنا عليها ترى النور فيما يخص وضع الكهرباء، فيما يخص البلديات، الأموال سوف نعمل على توفيرها. بالنسبة للشباب الباحة شفناهم الجرحى راح نوفرهم دعم، تم اسناد وخمسة منعتهم حصلنا على دعم لعلاجهم، وإن شاء الله باقي الضحايا الجرحى نحاول نلقي لهم حل حقيقة. خل الناس تتعاون وتعطينا فرصة حقيقة للتهدئة لغرض الوصول لبر الأمان والوصول لأفضل ما يمكن قدمه لهذه المحافظة. شكرا جزيلا. نعم.